وإلى أخبار الألعاب الأخرى والكرة الطائرة، حيث وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ودكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، ودكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات والتي يستضيفها الأهلي غدا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 16 من مارس الجاري بمشاركة 19 ناديا. كما وجه المجلس الدعوة لكل من محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، واللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة. وما زلنا مع الكرة الطائرة، حيث أعلن حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية رقم 29، والتي ينظمها الأهلي بصالة الأمير عبدالله الفيصل مقر النادي بالجزيرة في الفترة من 6 إلى 16 من مارس الجاري. وضمت القائمة 14 لاعبة، هن نهلة سامح، آية الشامي، مريم متولي، شروق فؤاد، رنا الجوهري، دان شوقي، فريد العسقلاني، نرمين المنشاوي، نور ياسين، مريم مصطفى، ندى وليد، ورحمة المهندس، ومايا ممدوح، والأوكرانية كاترين سيليشانكوفا. أسفرت قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات والتي ينظمها النادي عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من نيكومبا الأوغندي ونيونينغ الكاميروني ورواندا ريفينيو الرواندية. ويفتتح الأهلي مبارياته غدا في 6 مساء بمواجهة فريق نيكومبا الأوغندية. ولمعرفة المزيد عن القرعة نتابع في التقرير التالي. Bafia from Cameroon in Group A. We have. Okay, so we'll go to D. B. Okay, we have Cameroon here. B. Okay, we're supposed to have the team in Group A. So now we have one Cameroon, so we move this. We don't have group. We don't have team from Cameroon. It will be in Group B. Now this team will go to Group A. Vision from Uganda in Group A. They are Uganda, so it will go for Group C. So the coming team supposed to go to Group A. It is not from anyone from the country we have here. Revenues, Rwanda. Okay, there is no one from Rwanda from this group. So now the coming team will be automatically in Group D. So someone come to pick this one? Assets from Cote d'Ivoire. So now we have in Group A, we have Ahli from Egypt, Nkomba University from Uganda, Nyom from Cameroon, Revenue Authority from Rwanda. In Group B, we have Carthage from Tunis, we have Harare City from Zimbabwe, Schleff from Algeria, BDF from Botswana,
Bathier from Cameroon. In Group C, we have Elshans from Egypt, Fab from Cameroon, Pipeline from Kenya, DGSP from Congo, Vision from Uganda. In Pool D, we have Grusin from Kenya, Inges from Cameroon, Duans from Burkina, Customs from Nigeria, Assets from Cote d'Ivoire. شدد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على أن بطولة إفريقيا هذا العام ستكون قوية للغاية، خاصة أنها تضم فرقا على أعلى مستوى. ورحب عبد القادر بكل البعثات وتمنى لهم بطولة جيدة في مصر وإقامة سعيدة. ونتابع في التقرير التالي. لا ان شاء الله انا اخترت النادي الاهلي طبعا عشان عارف التنظيم والقوه الدعائيه واعتقد ان البنيه الاساسيه في النادي الاهلي هتبقى هايله، وان شاء الله التنظيم هيبقى هايل. انا يهمني الجمهور بتاعنا يستضيف الناس كما يجب، وهو ده اللي احنا عاوزينه عشان نوري روح النادي الاهلي. البطولة منافسة قوية، عدد كبير من الفرق المشاركة، ده بيدل ان البطولة ستكون ناجحة بجانب الحضور الجماهيري المميز بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. الاجواء دي بتنعكس على حضرتك ازاي كرئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الدولي دكتور عمرو؟ عايز اقول لك ان البطولة دي من دلوقتي بيتابعوها في كل حتة في العالم، لان انا ضاغط على الاتحاد الدولي انه لازم يرجع بطل افريقيا لبطولات العالم، بس هو اصر ان لازم يبقى عندنا محترفين عاليين، لان السمعة القديمة ان الفرقه راحت خسرت 5 و6 و7، ودلوقتي في جوائز ماليه جامده. اعتقد ان الرجال احتمال ندخلهم بس بالبرايس ماني بتاعهم، او الكارت الريد كارد هيبقى ب50,000 دولار، لكن الجوائز بتوصل لمليون دولار، فاي حد يقدر يعوضها. فانا يهمني ان كل حاجه معلنه ومنشوره وفي بث تلفزيوني، فاعتقد هنكسب منها من الناحية الدعائية لمصر والنادي الأهلي والفولي في إفريقيا. السيدات ثم الرجال بطولتين في توقيت قصير جدا، دي ثقة كبيرة من الاتحاد ان هو يسندها للنادي الأهلي، والنادي الأهلي كفيل بهذه الثقة على ما اعتقد بالنسبة للبطولات الكبيرة دكتور عمرو الفترة. هو طبعا كلنا ورا مصر، وكل اللي موجودين هنا تلاقيهم خبرات عالمية ومصريين، وبالتالي انا جايب الأفارقة الكبار جدا، يعني كل نواب وحاجات. فأعتقد قدرة تنظيمية للنادي الأهلي، لأن طبعا أنت عارف في خبرات، يعني كابتن عبد الرؤوف عبد القادر كان من الناس اللي يعني غزا إفريقيا أكثر من واحد. فإن شاء الله تنظيم البطولات بالنظام بتاعنا والقيود بتاعتنا هتطلعها كاملة. أنا واخد دعم كامل من مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعتقد إن لولا بس إن في الماتش النهاردة كان هتلاقي كل مجلس إدارة هنا. يهمنا في الافتتاح بكرة الأمور تبقى كويسة، لكن أهم حاجة إن فرقتنا تلعب، جمهورنا يساندهم، ما يحطش عليهم ضغط، علشان نقدر طول ما النادي الأهلي يوصل دور الأربعة والدور النهائي يبقى عندنا فرصة إن يكسبه والبطولة تنجح. فرصة سعيدة وبالتوفيق إن شاء الله. سلام. هو طبعا وجود 19 فريق تقسيمه لأربع مجاميع، المفروض إن ثلاث مجاميع هيبقى كل مجموعة 5 فرق، ومجموعة واحدة هتبقى 4 فرق. اللائحة بتاعة الاتحاد الأفريقي بتدي المنظم الحق إن هو يبقى في المجموعة الأقل، فبالتالي قبل بدء القرعة خالص أصبحنا إحنا في المجموعة التي تضم 4 فرق، وبعد كده تمت القرعة. اتراعى طبعا في القرعة إن مفيش فرقتين من بلد واحدة تبقى في نفس المجموعة. مثلا يمكن أول مرة النهاردة نلاقي 4 فرق من الكاميرون توزعوا على 4 مجاميع، فرقتين بتوع كينيا توزعوا على المجموعتين. كل الفرق اللي يعني 2 من بلد واحدة كلها اتوزعت على المجاميع. أعتقد إن القرعة جاءت عادلة، اتوزعت القوة على المجاميع بالتساوي كلها. مجموعة الأهلي لا بأس، يعني مجموعة متوسطة القوة، ما فيهاش اللي هي الفرق العالية، وبالرغم كده ما فيهاش فرق من فرق ضعيفة، فرق متوازنة يعني. فأرجو التوفيق لجميع الفرق والتوفيق لفرقتنا بقيادة الكابتن حمدي الصافي. يمكن الافتتاح زي ما احنا عرفنا طبعا من الكابتن رؤوف الساعة 5 ان شاء الله غدا، واولى مباراة النادي الاهلي مع الفريق الاوغندي اللي اختاره النادي الاهلي هيكون فيها الساعة 6 مساء. عايزين نأكد على هذا الامر يا كابتن رؤوف. طبعا احنا حصل تنسيق بيننا وبين ادارة النادي على اساس ان احنا نضمن اولا اذاعة افتتاح البطولة ومباراة الافتتاح، وفي نفس الوقت اذاعة مباراة كرة القدم في افريقيا اللي هتقام الساعة 8،
واحنا اتفقنا ان هو يبقى الساعه 5 الافتتاح و6 مباراه الكره الطايره الافتتاحيه، وبعد كده ربنا يكرم باذن الله كمان يبقى يوم جميل على النادي الاهلي بكره سواء كره طايره او كره قدم. اخيرا كابتن روف، رسالتك للبنات البطلات من دهب في اولى المباريات، الانطلاقه لابد تكون جيده، واحنا عارفين ان بنات الكره الطايره ابطال حاصلين على بطولات عديده جدا. كابتن روف عبد القادر ممكن يقول لكل البنات اللي انا عايز اقوله، يمكن معلومه ما اعرفش الاستاذ المشاهدين يعرفوها ولا لا، فريق النادي الاهلي حائز على هذه البطوله 8 مرات، اعلى فريق حقق هذه البطوله في القاره، بيليه فريق الانابيب الكيني ب8 مرات، يليه السجون الكيني 7 مرات. فارجو من هذا الجيل المحافظه على الانجازات اللي الاجيال السابقه حققتها للنادي الاهلي، وهو قادر على تحقيق هذا الانجاز والفوز بالبطوله لاداء الجماهير النادي الاهلي، وعلشان تبقى دي النجمه التاسعه في الافريقيه، علشان تفضل الرياده للنادي الاهلي على الصعيد الافريقي. شكرا شكرا. وما زلنا مع الالعاب الاخرى ومع كره السله، حيث تقرر ان يلتقي فريق كره السله رجال بالنادي الاهلي مع نظيره الزمالك يوم 10 مارس في قمه دوري سوبر السله رجال بمنافسات الدوري قبل النهائي من البطوله، ويقام لقاء القمه بصاله المركز الاولمبي بسموحه، وتنطلق منافسات قبل نهائي دوري السوبر في الفتره من 7 إلى 11 مارس الجاري، وتقام مباريات المجموعه الاولى بصاله الشباب والرياضه باكتوبر، بينما مباريات المجموعة الثانية بالإسكندرية. وفي كرة الماء، يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فريق الشمس في ثاني لقاءاته ببطولة الجمهورية، ويقام اللقاء على حمام سباحة الأهلي بالجزيرة في الساعة 10 مساء اليوم الاثنين. ويذكر أن الأهلي قد فاز في أولى لقاءاته في بطولة الجمهورية على فريق سبورتينج بنتيجة 16-6، ويحتل الأهلي المركز الثاني قبل لقاء اليوم بفارق الأهداف عن فريق هليوبلس، ويسعى الجهاز الفني بقيادة وليد عزة المدير الفني إلى مواصلة الانتصارات والوصول إلى قمة الترتيب وتحقيق لقب بطولة الجمهورية.